بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم باشمهندس طارق زيد، ونكمل مع بعض الميثود اوفرلودنج. بس الميثود اوفرلودنج خدناه، خدنا الاوبريتور اوفرلودنج. النهارده باذن الله هناخد حاجه اسمها الصم اوبجكت او الاوبجكت اوفرلودنج، او بمعنى اصح ازاي نعمل سمشن لتو اوبجكت. احنا خدنا في الاوبريتور اوفرلودنج ازاي نعمل بلس بلس وماينس ماينس. طيب دلوقتي نفترض ان انا عندي نفس البرنامج ده، هاخده هعمل بيه حاجه تانية جديده كده. دلوقتي انا دلوقتي بدل ما عندي كاونت، انا همسح بقى ده كله عشان ايه، نعمل من جديد. عشان ايه؟ انا اخلي الديسبلاي موجوده عشان الديسبلاي هحتاجها ونمسح. انا دلوقتي عندي حاجه اسمها صم، عايز اعمل دلوقتي كلاس اسمه صم. يعني يجمع بس يجمع رقمين بس بطريقه مختلفه شويه. انا بعرف انا عندي هنا نمبر وعندي اكس لنمبر 2، هو الرقم الاولاني والرقم الثاني. خلاص بعد كده عندي في البابليك هنا هعمل كونستراكتور. طبعا الكونستراكتور عارفينه، دونت ريتيرن تايب، نفس اسم الكلاس. واخيرا ان هو ايه، نفس اسم الكلاس دونت ريتيرن تايب، و بينشيالايز القيمه وبيتنفذ الامبلمنتيشن بتاعه ولا ما اخد اوبجكت. فده من نوع بارامترز. فانا عندي اكس وعندي انت واي، وانزل تحت اقول له خلي بالك بقى ان النم واحد بتساوي اكس ونم اتنين بتساوي الواي وكده. انا اعمل بقى ديسبلاي ازاي بقى، اعمل ديسبلاي اقول له اعمل لي فويد ديسبلاي لنم واحد يساوي النم واحد نفس الكونديشن على مين؟ نم اتنين تبقى نم اتنين واي سي اوت نم اتنين. صح كده؟ ايه اللي انت عايز تعمله بقى؟ انا عايز اخد اوبجكت. عايز اخد ايه؟ عايز اخد اوبجكت. اخد اوبجكت ازاي؟ نفس اسم الكلاس صم، مثلا اس واحد، وتبص لها رقمين. ايه هما الرقمين؟ 10 و4 وصم، وتبقى اس 2 الكونستراكت بارامتر. الاوبجكت 5 و8. دلوقتي عايز تعمل ايه بقى؟ انا عايز اجمع الرقمين اللي هي 10 مع الخمسه، يعني نم واحد في الاوبجكت الاولاني مع نم واحد في الاوبجكت الثاني، ونم اتنين اوبجكت واحد مع نم اتنين في الاوبجكت التاني. اجمعهم ازاي؟ هتقول لي طبعا سهله. اقول لي سهله ازاي؟ اقول له صم اس 3 اما يجمع اللي هتهم لي قبل، قال له خلي بالك خلاص. فانا دلوقتي عايز اجمع الاثنين اوبجكت دول مع بعض، فهو بيقول لي مش هينفع تجمعهم عشان عندك الاوبريتور اللي هو بلس ده مش موجود. فلازم بقى اطلع اعمل له ايه بقى؟ اعمل له الفانكشن بتاعته. فاكرين بقى الفانكشن بتتعمل ازاي؟ باخد نفس اسم الكلاس، باخد نفس اسم الكلاس اللي هو اسمه صم، واحط جنبيه كلمه اوبريتور. بس خلي بالك بقى اللي هي الكي وورد، واقول له مش بلس بلس بقى، اقول له بلس، وخلي بالك بقى ان انت عندك صم والاوبجكت بتاعها اس كده. ركز بس في اللي بيحصل هنا، واقول له ايه بقى؟ خلي بالك بقى انت اكس اللي هو المتغير بتاعك نم واحد هيتزود على مين؟ على الاس دوت اللي هو الاوبجكت التاني اللي انت بتاخده. اس بص شايف زهره ازاي؟ اس دوت نم واحد بهذا الشكل. نفس الكود ده تاخده كوبي
وترصه تحتيه وتقول له خلي بالك بقى اللي انت عندك الواي بتاعتك اللي هو الرقم التاني اللي انت بتدخله نوم 2 زائد الاوبجكت دوت نوم 2. نفس الكود ده تاخده كوبي وتحطه في الماينس اللي انت عايز تطرح كده، بس بدل لما تبقى دي بلس تبقى دي ماينس بس كده. تعال انزل تحت كده، تعال رن كده. 10 و5 كام؟ 15 و4 و8 12. اعمل ديسبلاي لنم 1 ونم 2 لحظة. انا نسيت بس ازود حاجة مهمة جدا اللي انا هريترن، فهريترن مين بقى؟ ريترن كده، ريترن كده، ريترن ايوه كده صام اللي هي البتاع، واحط مين بقى؟ احط لها الاكس والواي بتاعتي، يعني بعد ما تجمع يرجع لي بقى قيمه الاكس والواي ايه تاني. ودي برضو ايه بعد ما تعمل العمليه بتاعتك رجع لي الاكس والواي تاني برضو ايه. هنزل بقى تحت بعمله رن، فساعتها 10 و5 15 و4 و8 كام؟ 12. نشوفهم سوا. هو بس بيعمل كومبايلر او رن اهو. نوم 1 ب 15 ونوم 2 بكام؟ ب 12 في الاوبجكت الثالث اللي انا عملته. يبقى لو انا حبيت بقى اعمل دي كده مره تظهر لي كده، ومثلا اعمل له مثلا اوبجكت بس باس 4 مثلا، واس 4 اعمل لي ماينس يعني اطرحهم لي من بعض وخلي لي الايه دي كده بديسبلاي باس 4. ران الكود يبقى يجيب لي 15 و12 و10 و5 5 و4 و8 سالب 4 صح كده؟ 15 و12 ده اللي ظهرت لي في الاول، و5 وسالب 4 ده بتاع الاوبجكت الثاني اللي هو سالب 4. خلاص كده؟ يبقى اذا لما اجي اعمل اجمع اثنين اوبجكت مع بعض يبقى لازم اعرف البلس اللي هتبقى بين الاثنين اوبجكت، اعمل لها الفانكشن بتاعتها. تختلف تماما عن الانكريزنج والديكريزنج اللي هي بلس بلس وماينس ماينس، سواء جت بيفور او افتر اللي هي بريفكس او بوست فيكس، برضو محتاج تعرف فانكشن بتاعها. وده بيسموه الاوبريتور اوفرلودنج، سواء كان بلس كسمشن او كان ماينس كديفرنس مثلا، او كبلس بلس انكريزنج اللي هي كبوست فيكس، او ماينس ماينس كديكريزنج بريفكس بريفكس بوست فيكس ديكتنج يعني، او بلس بلس افت ابي فوردو ليها الفانكشن بتاعتها اللي انت تعرف. فنفهم مع بعض الليكشر دي مهمه جدا، اسمها الاوبريتور اوفرلودنج. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.